الفقرة النهائية، هي الفقرة الطبية اللي بنجاوب على كثير من الأسئلة فيها. أكيد فرح، اليوم رح نحكي كمان عن موضوع شائع كثير بنسمع عنه بالحياة العامة، بنقول إنه في بعض الأشخاص أصابهم احتشاء بعضلة القلب، وطبعا هذا الشيء له تفسير علمي وله أسباب وله طبعا طرق علاج. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا لليوم الدكتور إبراهيم، دكتور حسن إبراهيم، اختصاصي بالأمراض الداخلية وأمراض القلب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن احتشاء عضلة القلب، وهي مثل ما قالت سلمى كتير شائعة وكتير بنسمع بهذا المصطلح، خلينا نعرفه بالتفصيل شو هو وشو هي الفئات العمرية المرشحة أكثر من غيرها للإصابة فيها. احتشاء العضلة القلبية أو الأزمة القلبية الحادة أو الجلطة يلي الناس بتعرفوا عليها، هي انقطاع مفاجئ في جريان الدم ضمن أحد الشرايين المروية للعضلة القلبية. معروف أنه العضلة القلبية هي المضخة يلي بتضخ الدم لكل الجسم، فإذا كان انسد هالشريان بعصيدة أو بخثرة أو بشي تضيق شديد على سبيل المثال بعد توتر وشدة نفسية، رح يصير انقطاع للدم وتنقص تروية العضلة القلبية بالأكسجين، ورح تتأذى العضلة القلبية ورح يصير فيها يعني عدم حركية وتصير غير قادرة على ضخ الدم بشكل جيد، طبعا حسب الشريان المصاب. وهي أو هو هالأزمة أو هالاحتشاء أو هالانسداد عادة بيترافق بأعراض معينة. أهم الأعراض يلي بتصير هي الألم الشديد في منتصف الصدر، والألم عادة له صفات معينة، ممكن ينتشر للذقن أو لمنتصف الظهر أو للكتف أو لليد اليسرى أحيانا، وممكن يتظاهر بأعراض أخرى غير وصفية، وأحيانا ممكن يكون غير عرضي كما يحدث عند بعض السيدات أو الناس اللي عندهم أمراض مدنفة أو الناس اللي عندهم الليمفومات أو مرضى السكري يلي هن معرضين أكثر من غيرهم لاحتشاء العضلة القلبية. طيب دكتور، بما أنه حضرتك حكيت عن تعريفه علميا، خلينا نحكي أكثر عن الأسباب. يعني اليوم كل الأشخاص ممكن يكون عرضة لهذا الموضوع ولا في أسباب محفزة؟ وخصوصا صرنا عم نشوف كمان أنه شباب ممكن ينصابوا باحتشاء عضلة القلب، مو بس الكبار أو اللي عندهم أمراض مزمنة. لا شك أنه في أسباب كثيرة مؤهبة لاحتشاء العضلة القلبية. في أسباب نحن ممكن نتحكم فيها وفي أسباب نحن ما ممكن نتحكم فيها. أهم الأسباب يلي حكيناها سابقا هي عوامل الخطورة القلبية. شو هي عوامل الخطورة؟ على سبيل المثال ارتفاع التوتر الشرياني، الداء السكري، التدخين يلي هو واحد من أكثر الملوثات والمسببات للسرطان ولأذية الجسم بشكل عام، ومن بينهم الاحتشاء. في أنواع معينة من الكوليسترول إذا ارتفعت يلي هي الدي إل كوليسترول وبتتوضع في بطانة الشرايين ممكن تكون مؤهبة للاحتشاء أكثر. لا شك أنه تغيير نمط الحياة ونوعية الغذاء يلي نحن عم ناكله هذا كلياته بيلعب دور في التأهب لاحتشاء العضلة القلبية. في عنا أمراض معينة مثل السكري، هذا بيخرب الشرايين وبيأذي الشرايين وممكن يساوي تصلب شرايين وممكن يساوي عصايد كتير بالشرايين ويؤدي إلى تضيقات سواء على مستوى القلب أو على مستوى الدماغ أو على مستوى حتى الطرفين السفليين. في عوامل تانية نحن بنجهلها ما بنعرفها، على سبيل المثال في شيء مجهول، وفي الوراثة بتلعب دور أحيانا ما بنعرف ليش نحن، بس في الوراثة بتلعب دور، وفي كتير مؤهبات أخرى يعني أقل ندرة. نعم. كمان دكتور إذا بدنا نحكي عن طريقة التعامل مع شخص أو مريض انصاب باحتشاء عضلة القلب لأول مرة ويمكن كانت بسيطة أو مثل ما بتقولوا خفيفة وبعدين تم التعامل معه، كيف بصير نمط حياته من تغذية من رياضة، قد ايه بتركزوا على هي الأمور؟ أول شيء خلينا نحن نشوف شو هي العوامل يلي تخلينا ما نوصل للاحتشاء. نحن كل الناس يلي عندهم ألم صدري أثناء المشي أو الجهد أو طلعة الدرج أو التعب، عم يصير عندهم ألم خفيف بصدرهم ينتشر للذقن إلى الكتف، لما يرتاح الإنسان يروح، هذا بيدل على أنه في تضيق بشريان، فأنا لازم أراجع الطبيب رأسا لحتى الطبيب يتخذ الإجراء ويصور لي هالشريان. وما بدنا نوصل للمرحلة يلي سكر الشريان، لأنه المرحلة يلي بيسكر فيها الشريان قد تكون قاتلة، قد تودي بحياة الشخص وبيجوز ما بيقدر يلحق المشفى. فنحن خلينا نحل الموضوع قبل ما يصل. الشغلة الثانية، لما الإنسان يصير عنده احتشاء عضلة قلبية، إذا كان هالشي صار بالبيت أو صار بالشارع أو صار بأي مكان،
أهم شيء أنه أنا أنقل هالإنسان بأقصر وقت ممكن لأقرب مشفى، وإذا كان هالمشفى متخصص يكون طبعا أفضل وأفضل. خطة العلاج ترتكز على شغلة وحيدة، أنه أنا أقدر أرجع أفتح الشريان بأقرب وأقصر وقت ممكن لحتى يرجع الدم يروي لي العضلة القلبية لحتى ما تتأذى. هلأ فتح الشريان يتم بأحد أمرين أو بأحد طريقتين، يا إما الطريقة الأفضل أنه أنا أدخله رأساً للقفطرة القلبية وأحاول أصور الشريان وأحاول أفتح الشريان ببالون وأحط له شبكة لحتى يصير جريان الدم جيد بشكل هالشريان، وإذا هالشي كان غير متوفر مثلاً بمركز صحي أو بمحافظة بعيدة أو نائية أو بمشافي غير متوفر فيها إجراء القفطرة القلبية، ممكن أنا أعطي الأدوية يلي بتحل الخثرة، وعلى رأسه مثلاً يلي موجود ببلدنا هو الستريبتوكيناز، إضافة للعلاجات الداعمة واللاحقة واللي هي علاجات تانية كتيرة. إذا الهدف والتارجت بالموضوع هو أنه أنا أقدر أفتح الشريان لحتى تتروى العضلة القلبية بأقصر وقت ممكن، بدي أحاول ما أتأخر عن المريض. ولذلك أنا أدعو كل مريض أو كل إنسان عم يحس بوجع شديد بصدره مع التعرق وحس اختناق وميل التغيم الوعي، رأسا يراجع أقرب مشفى، لا يضيع الوقت، لأنه شو ما أنا قصرت هالفترة تبقى العضلة القلبية يعني بكامل حيويتها وبكامل تقلصيتها. شو أنا ما تأخرت ساعة وساعتين، أنا عم كون عم موت هالعضلة هي لحتى توصل لمرحلة الضعف. هلأ خطة المعالجة دائما يجب أن تكون في العناية المشددة، يجب نقل المريض بسيارة إسعاف إن أمكن، لأنه أنا أخشى ما أخشاه في الأزمة القلبية الحادة أو الاحتشاء أنه يوقف قلبه أو يصير عنده اضطرابات نظم خطيرة على الحياة تودي بحياة الشخص. فإذا كان بسيارة إسعاف مجهزة بجهاز صدمة إلى أقرب عناية مشددة، وبعدين من هالعناية هي بقدر أنا أنقل المريض لمركز تخصصي أو بقدر دبره بالإسعاف بالأدوية اللازمة واللي رح ممكن نحكي عنها لاحقا، لكن أهم شيء أنه أحاول أسرب له الدواء يلي يحل هالخثرة ويفتح الشريان. نعم. طيب دكتور، حضرتك ركزت بحديثك وحكيت أنه في أشخاص ممكن يكونوا معرضين ومنهم مرضى السكري، وفي منهم أشخاص أصلا بيكون عندهم إصابات أخرى ممكن بياخدوا أدوية خاصة فيها إن كان للقلب أو غيرها، كل قديش لازم يروح يراجعوا طبيب؟ شو الفحوصات اللي لازم دايما يعملوها؟ لأنه في أشخاص بياخدوا الدواء وبيضلوا عليه، خلاص أنا أخذ دواء بستمر ممكن سنة سنتين ما بروح براجع طبيب. هلأ كل الناس يلي ما عندهم أعراض نهائيا ممكن ما يراجعوا الطبيب، ممكن إذا هن حبوا يراجعوا الطبيب، هذا مو غلط الكلام. الشغلة الثانية، عندي المرضى يلي هن عالي الخطورة مثل مرضى الداء السكري، هدول لازم يراجعوا الأطباء القلبية بشكل دوري لحتى إذا في تأهب للاحتشاء أو في عندهم خناق صدر أو في عندهم شيء بيدل على تضيقات بشرايين القلب يقدر الطبيب يدبرهم قبل ما نوصل لها المرحلة هاي. الشغلة الثالثة، في عنا مرضى تانين هن عندهم عوامل خطورة عالية، يعني أنا صدف عندي من يومين مريض ما عنده أي أعراض نهائيا بس هو حب يجي يطمن على حاله لأنه أخته صار عندها جلطة وأخته الثانية صار عندها جلطة وأبوه مات بجلطة وواحد من أخواته حاطط 3 شبكات، قال لي أنا بدي أطمن على حالي، فأنا ما عنده أي أعراض، طلبت منه يساوي اختبار جهد. المريض ما مشى مرحلة واحدة على اختبار جهد، وفاجأ بأنه لما أجريت له القسطرة كانوا شرايينه كلهم مسكرين وبده قلب مفتوح مع أنه ما عم يشكي من أعراض، والتضيقات كانت تقريبا يعني 60-70-80%، تضيقات ما هي شديدة جدا وما في أعراض وما عنده أعراض نهائيا. ففعلا هذا المريض راجع بشكل عفوي لحتى يطمن على حاله، طلع مريض بده قلب مفتوح. فهلأ المرضى يلي هن عالي الخطورة وخاصة مرضى الداء السكري الغير مضبوط يلي عم يدخنوا، هلأ في عنا صار هيك 4 عوامل خطورة، الذكورة عامل خطورة والسكري عامل خطورة والتدخين شغلة سيئة، هدول حتما لازم يراجعوا بشكل دوري أطباء القلبية للإطمئنان على صحتهم. الشيء اللي نحن دائما ننصحهم فيه انه نحن نتجنب عوامل الخطورة هدول. مريض الضغط لازم دائما يضبط ضغطه ويتناول علاج الضغط بشكل دائم ويحافظ على ضغطه طبيعي ويتجنب الملح ويمارس الرياضة. مريض السكري لازم يحافظ على ارقام سكر ضمن الحدود الطبيعية يلي بيقوله عليها الطبيب ويلتزم بالحمية، ولا شك انه الرياضة والمشي شغلة رائعة جدا وبتفيدهم لمرضى السكري. مريض التدخين لازم نحن نوقف التدخين باي طريقة، ما حدا انا ما في انسان واعي وفي براسه
يجي سم بدنه ويسم شرايينه ويسم أعضائه كلها. بتقولي لي هلا يمكن الظروف صعبة علينا، الظروف صعبة علينا كلنا، بس مو كلنا بندخن. نحن ما بنتجرأ أو ما نحن بنتذرع بذرائع يعني واهية لنرتكب أغلاط قد تكون خطرة على حياتنا. أكيد. يعني دكتور هي النصائح يلي كلنا طبعا بيعاستها وما فيها قسم كبير من الدعم المعنوي، انه ايه الظروف صعبه على الكل بس هذا مو معناته انه نحن بنأذي حالنا، قد ايه لازم نكون واعيين كمان لصحتنا وصحه جسمنا والمراجعه الدوريه. مثل ما قلنا شخص من الاشخاص ما كان عنده اي اعراض لكن أبدأ. انقذ حياته بطريقه كثير صح. شكرك دكتور، دائما متعودين على اجابات يمكن مبسطه نقدر ونحن والمشاهدين ناخذ منها كل الاجوبه. شكرا لك. شكرا كثير لكم. شكرا لك دكتور، شكرا لوجودك معنا.